ونبقى دائما مع مفادينا من الخرطوم جمال عز الدين. أهلا بك جمال. يعني كيف إذن يفسر ربما هذا الإقبال الضعيف من جهة وكذلك هذه الخروقات التي تحدثت عنها خلال تقريرك؟ نعم سفيان، كما شاهدتم وتابعتم في التقرير هناك العديد من التشكيات في هذه الانتخابات أو اليوم الثاني للانتخابات من خروقات، وخصوصا فيما يتعلق بعدم وجود أسماء الكثير من الناخبين في القوائم الانتخابية. أحد المرشحين للانتخابات الذي لم يجد اسمه مسجلا في القوائم الانتخابية ومنع بالتالي من أداء واجبه الانتخابي، المفوضية العليا للانتخابات قامت كذلك بإغلاق مركز انتخابي في إحدى الولايات لأن رئيس هذا المركز تقدمت به أو المعارضة تقدمت بشكاوى ضد رئيس هذا المركز لأنه اتهمته بأنه يقوم بعملية تزوير لأحد المرشحين، وهنا المعارضة تقول أن هذا المرشح هو الرئيس عمر حسن البشير. كذلك تم إلغاء الانتخابات أو تأجيل الانتخابات في أكثر من 160 مركزا انتخابيا فقط لأن أوراق الانتخاب أو بطاقات الانتخاب لم تصل في الموعد. العزوف عن مكاتب الاقتراع ومكاتب التصويت لا يزال متواصلا كما كان الأمر البارحة. اليوم تجولنا في أكثر من مكتب، 3 أو 4 مكاتب انتخابية اليوم، وكان العزوف كذلك شديد، يعني مكاتب شبه فارغة من الناخبين. تفسير هذا العزوف ربما يعود بحسب المعارضة تقول أن العطلة التي قدمتها الحكومة أمس للمواطنين وللسودانيين كي يتفرغوا للانتخابات ربما كانت أحد هذه الأسباب، باعتبار أن العديد من الموظفين يقومون بالتصويت في مراكز عملهم، وبالتالي تراجعت الحكومة اليوم عن إعطاء أو عن العطلة، يعني إعطاء اليوم كعطلة، يوم عطلة للناخبين، وعاد الموظفون بالتالي إلى أماكن عملهم. إجمالا العملية الانتخابية تتواصل في ظل العديد من التشكيات، الخروقات، الأخطاء الفنية كما ذكرنا، وخصوصا عزوف الناخبين عن مراكز الاقتراع. شكرا لك لمداخلتك، كنت معنا من الخرطوم مفادنا جمال عز الدين.